ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الخميس 7 ابريل نيسان 2022. بالنسبه ليك النهارده يا حوت، اهتماماتك باسرتك حاجه لابد منها في الوقت ده، مهما ما كانت مسؤولياتك ومهما ما كانت التزاماتك في الفتره دي. هيكون الوقت ده هو وقت الانسب علشان تنتهي من بحثك ده، وحتى البحث اللي انت هتكون بدات فيه من فتره طويله جدا جدا، وحتى من شهور كتيره جدا. هل ممكن تكون انت بتظن ان والدتك هتشبه جدتك في الفترة دي؟ كل حاجة ممكن تبقى ممكنة، خليك مستعد ليها. والموضوع ده ممكن يكون مش بيعجبك بشكل كبير ولا بشكل مناسب حتى، لكن الموضوع ممكن يكون بيتفتح علشان يخبرك عن حد من افراد اسرتك النهاردة باسرار ممكن تكون جديدة ومش معروفة بالنسبة ليك عن عائلتك. هتكون فخور جدا بيها، وهتكون ادانك مصغية جدا جدا لكل اسرتك، واهتمامك النهاردة بيهم هيبقى كبير. بالنسبة ليك عاطفيا، هتحذر من شوية مشاكل ممكن تكون بتتعرض ليها النهاردة، ممكن تبقى عاطفية بشكل كبير. هتحاول انك تلاقي فيها قاسم يبقى مشترك ما بينك وبين شريكك في الفترة دي، علشان تعرف من خلاله تستقر العلاقة على اسس تبقى ثابتة اكتر وتبقى موازية اكتر ليك، وتحذر من كل انواع المشاكل اللي ممكن تكون بتظهر في طريقك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هتطرأ تغيرات هتبقى كبيرة جدا جدا في كل شغلك وفي كل مؤسساتك اللي ممكن تكون بتمر بيها واللي هتعمل فيها بشكل كبير، لكن ده هيكون لمصلحتك في الفترة دي، فما تقلقش. هتحاول انك تتعايش مع التغيرات اللي هتحصل دي وتستفاد منها بشكل كبير جدا جدا، وتحاول انها تستغلها لمصلحتك. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، هتبدأ يومك في انك تستعيد صحتك بشكل يبقى تدريجي اكتر، لكن حاول انك تفتكر ان الانتكاسات اللي انت بتمر بيها واللي هتبقى واردة فيها حدوثها النهاردة هتبقى وارد بشكل كبير في اي وقت النهاردة انك تتخطاها، فما تقلقش، ممكن تستعيد صحتك بشكل اسرع من اللي انت كنت متوقعه، طالما انت قادر انك تسابر وتغير في مودك وفي صحتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيشكل عطارد سداسي لزحل في الصباح ده، وبيتحول المريخ بشكل كبير في الغد. هنكون بيقظين اكتر وعمليين اكتر وحتى مشغولين في دقة كبيرة جدا جدا بتظهر قدامنا النهاردة، في مكافآت كتيرة بتظهر في يومنا ده. حتى عطارد النهاردة وزحل بيساعدونا علشان نكتشف اكتر الارض بشكل عقلي اكتر. ممكن يكون تفكيرنا النهاردة منطقي بشكل كبير لكل الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل لينا النهاردة خطوة بخطوة، حتى هتبقى مفيدة وحتى هتبقى مهدئة. بيعزز الجانب ده بشكل كبير، نهج هيبقى مدروس جدا جدا ومفعال لكل العالم من حولنا النهاردة. هنشوف فوائد كتيرة جدا جدا للتنظيم وعمل قوائم هتبقى مهمة، واهتمامات كتير جدا بالتفاصيل النهارده، وهيكون في اتخاذ قرارات تبقى سليمه جدا جدا في الفتره دي. بيواصل القمر عبوره لحد ما يدخل في برج السرطان لليوم ده، هيكون في اكتر انعزال لينا، وهنكون بنتواصل لاحتياجاتنا اكتر مع رعايه وسلام والفه اكتر. بعد ظهر اليوم هيكون في تراهم بين الشمس وفينوس النهارده بشكل دافئ جدا جدا بشكل خاص، وبيفضل العلاقات والامور المنزليه. بيستمر القمر الفارغ لحد ما يدخل السرطان في الصباح. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.